السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم عندنا كارير مود للنادي الأهلي. نادي الأهلي عنده حلم من عام 1985 ميلادي انه يحقق الدوري وما جابه للآن. حلو، فأنا قلت أنا أسوي لي كارير مود نلعب فيه ونحقق الدوري. إذا ما تحقق الدوري في الحقيقة تحقق في الخيال. أقدر جماهير نادي الأهلي إنهم صابرين يعني طول المدة هذه، إنه النادي يجيب بطولات، يجيب كأس ولي العهد وكذا، لكن الدوري من عام 1985 ما قدر. العيون جماهير الأهلي أنا قلت أسويها، أسوي السلسلة هذه. حلو، أنا صورت كارير مود فريق نادي الهلال، بس في الهلال إيش حتسوي؟ الهلال دائما يجيب بطولات، الدوري يعني مو بعيد، يعني الكأس ولي العهد، السوبر، المدري إيش، يعني يجيبون بطولات. لكن لا سوية من زمان ما جابوها، فدخلت على أساس إني أنا ألعب في الكارير مود في يكون فيه بطولة آسيوية، فاكتشفت إنه ما في بطولة آسيوية، ما في غير في الكارير مود حق الدوري السعودي، غير الكأس والبطولات الودية والدوري، ما في غير شيء ثاني. فإنك تلعب بالهلال ما تحس إنه في هدف يعني كويس مرة. فأنا ما حذفت الحلقات، ممكن أقدر أكملها لو تبغوني أكملها عادي، نلعب بعد السنة نلعب بالدوري وكذا، نجيب الدوري. حتى الهلال له فترة ما جاب الدوري، لكن الأهلي من زمان، اللي عمره الآن 30، اللي عمره الآن 31 ما عمره شاف الدوري، هو حي، هو اشتم الهواء. طبعا زي ما عودتكم أنا في البداية دائما أجيب لك إنجازات النادي. النادي تأسس عام 1937 وحقق بطولات كثيرة، يعني كثيرة مرة، كأس ولي العهد 6 مرات، خادم الحرمين حققه 16 مرة، الدوري الممتاز 8 مرات، وكأس الأمير فيصل 3 مرات، كأس الأندية أو كأس الخليج 3 مرات، كأس الاتحاد العربي للأندية مرة. طيب آخر مرة جاء فيها الدوري زي ما قلت لكم يا شباب 1985، هذا مو كلامي، كلام ويكيبيديا. الزبدة خلينا نقول لكم ألقاب، ألقاب قلعة الكؤوس، الملكي، الراقي، سفير الوطن، يستاهلون الهوية. يعني أوكي الملكي صار في اختلاف بين الأندية، لكن برضو نادي عنده بطولات، لكن من زمان ما حقق الدوري. هنا الكلام، هنا العلة، إنه النادي الأهلي من عام 1985 ما حقق الدوري. فإحنا قلنا نسوي سلسلة، والسلسلة هذه نجيب فيها الدوري، والعيون جماهير الأهلي بإذن الله نجيب الدوري. حلو كذا، يصير تعرفون هذاك اللي يقول الفريق لديه 1029 بطولة. عرفتوه، هذا اللي يقول حقق النادي الأهلي جاب بطولة قبل أمس وما أدري إيش، هذا بعد إن شاء الله بعد ما حقق الدوري أنا يقدر يهايط بعدين. يلا الآن عندنا مباراة ودية ضد فريق ما أدري شو اسمه. حلو، طبعا الصعوبة يا شباب أنا حاط احترافي اللي هو الأقل من الأسطوري بالتمام، ماني حاط الزبدة، يعني راح يكون اللعب صعب شوي. السلام، هوه هي كانت الشطر الأول، الشطر الثاني، يلا يا بني بنسج. الله، سومة عنده كلام ثاني مع بصاص، ياخذ معاه الجاسم ذا تسير. الله تسير، يا مشى 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 تسير. الله، ها السومة، يا الله تسير، هي يا الله حلوين. تعال السومة، راح السومة يا ثور، تخليها كذا، كيف تمر من بين رجلك، تروح جنب رجلك تمشي كذا. يا انتهت المباراة، انتهت المباراة. طيب ندرب اللعبة مرة ثانية، سوي لهم محاكاة. يا سلام، طيب احنا عندنا نقطة، نبغى نجيب البطولة هذه، البطولة الودية ان شاء الله نجيبها. يا اخي انا متعود انه طقم الاهلي اخضر، اشوى ما عرفنا نهجم من الان. يلا السومة، يلا السومة، لا تسحبوا على الكورة يا شباب. اوكي، ها ها ها، خطيرة هذه، خطيرة 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 خطيرة. اوه الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، صح عليكم يا حلوين. الله الله الله، ايه اوكي، سلام السومة، ها ها، حكم، اقسم بالله الموضوع فيه جلد، الله يهديك. ها ايه، يلا يلا يا بصاص، اول تيسير الجاسم، تيسير قدام الباب. اوكي، ها ايه 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 ايه، السومه السومه السومه، بس السومه، صدته كيف، الله اكبر حلوين. يلا 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 يلا، جول، يو كيف، اوه ما يتحرك بصاص، واقف ما ادري ليش. اوكي طيب، حلو حلوين، يا سلام. ها تكفى، ايه صح لك،
الله عليك هداف هذا هداف من هو ذا هذا ما أنا بدأت المباراة بزنا يلا المباراة اللي بعدها أنا لعبت اللعيبة الاحتياط أوكي أبريح اللعيبة تعبانين شوية مو تعبانين شوية الله تعبانين مرة والله فقلت خليني أريح اللعيبة حط المباراة محاكاة دورة ودية ما يهم سواء أخذناها سواء خسرنا لكن أنا تقريبا في المباراتين الماضية جربت اللعيبة طلعوا كويسين أوكي النادي الأهلي تعادل هذا يعني أننا تأهلنا أوكي نلعب ضد سيدني يا أخوان أوكي 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 يا بس سيدني عندهم شوي شيء واحد كويس حارسهم حارسهم كلب لا أشوف كبير المعيوف يا لعيب يا المعيوف الله أوه يا سلام السومة هناك لا هذا السومة الله تسير عنده كلام ثاني أوه إيه يلا سلام تعال تسير حكم إيه المين ليه حكم داخل عليه يا أخي حكم داخل على اللاعب حقي ها هي كيف تشوتها كذا بالله كيف تشوتها كذا كيف يا اخي لا لا كبير كبير يا معيوف كبير كبير يا شيخ اقسم بالله مبدع ما توقعت والله ما توقعت مستواك لا لا اوه 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 كيف كذا الله يا المعيوف الله يا لعيب صح صح يا ولد لا 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 شوف اشوي عبد الشافي اوه بلنتيات على طول كفو 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 يلا 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 المعيوف المعيوف معيوف معيوف تيسير الجاسم تيسير تيسير وزيدان زيدان وتيسير امسك ليش ما تحرك ليش ما تحرك ها ها اسامة اسامة ايه يلا شكله بشوت هناك ايه صح يلا 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 صح اذا سجلوها فازوا لا صدها كبير كبير يا وحش والله عليك يا المعيوف يا وحش الحوش بصاص 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 يس المعيوف اللي من قذنا يا سبايك الله ايه كبير ايه مباراة المعيوف يا عيال والله العظيم يحسب لك يحسب لك المعيوف في تاريخك انك جبت الفوز للنادي الاهلي خلاص اننا في النهائي في النهائي احنا يا سلام ان شاء الله دائما وابدا شباب باذن الله الاهلي يحقق الدوري ما فيها لعب ذي ما فيها لعب الاهلي يحقق الدوري ولا تنسى تتابعني على حساباتي تحت في الانستغرام وفي التويتر وتشترك في قناتي اذا ما كنت مشترك